فتاته الفقهية. احنا وقفنا على موقفه من حين قال قل لا إله إلا الله، هذه ذكرنا القصة فيها. وغاية نريد فقط أن نربط هذه بأمر ما، وهو أنه عقب على قول الحسن البصري في قوله من قال لا إله إلا الله قال قد قلناها لو تقبلت منا، واستشهد بقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وربط هذا بصلاح العمل قبل ذلك، وهذا فهم مربوط هذا بهذه القضية الثالثة وهو تفسير المشيئة. فإن الإمام جابر من أوائل علماء الأمة الذين رفضوا قراءة هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحدها، بل قال بين الله مشيئته، ثم قال لمن يكلمه ويخاطبه ألم ينبئك، يعني الله عز وجل يخبرك بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، فقد بين مشيئته وتلا هذه الآية وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم ضمن هذا أن الإمام جابر قد روى الرواية المشهورة هلك المصرون هلك المصرون هلك المصرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال من منكم يقرأ، ألا أحد منكم يقرأ ويتلو سورة طه؟ فقام أبي فتلى هذه الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال قد أوقع الله مشيئته على هؤلاء الثلاثة، أو هذه المشيئة على هؤلاء الثلاثة. إذن روى الرواية وكأن هذا النظر إلى أن هذه الآية عامة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا عامة، تخصصها ماذا؟ آيات أخرى. طيب اختيار اسم الله الأعظم بأنه الله، وهذا من اختياراتي ومن لفتاتي العقدية. ذكرنا سابقا رد على الحجاج حين اشتكى ما يجري من أمر القدر وأقال وأمر كاتبه ورسائليا يكرر الخطبة، ففطن الحجاج بعد ذلك إلى هذه الآية من يهده الله فلا مضل له إلى آخر، فتعلم ماذا يعني منها. فقال الحجاج بعد ذلك ويحك يا يزيد ما أعلم صاحبك، طوافه بموضع البيت عندما ذكرناها عندما هدم، فحل حيرة الناس حينما وجد الناس محتارين، فطاف بموضع هدم البيت وهو يتلو قول الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إلى آخر الآية. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم على الخير والهداية.